لما تكون الواحد اولا الوضع خفيف، ثاني شيء لفت انتباه للناس انه في انا ببيع هاي الاجهزه هاي النظريه. يعني افضل شيء يعني حاليا مش بس بجنين، في جميع الاسواق. ليش الناس بتتجه للمستعمل؟ على اساس انه من ناحيه ماديه، نفس الوقت حسن بضاعه، بضاعه جيده وفيش منها يعني بالضبط كصناعه. وحاليا البضاعه الصينيه اكتسحت الاسواق في العالم، فالناس بتتجه للمستعمل لانه اصلي وبخدم وعملي. وبنفس الوقت يعني تراب المصاري، يعني ابو الالف بقدر ياخذ 100 شيكل 200 شيكل. ايه صحت لي قطعه عده للسياره، يعني مفتاح لون المفاتيح الاول احسن من مفاتيح اليوم، عده الاول احسن من عده اليوم، صح لي قطعه عده بشتريها، غير هيك لا. أنشط يوم بالسوق يوم السبت، يوم السبت لأنه بيجي من العرب الداخل ومن جميع البلاد طبعا، الكل معطل عن شغله، بنزلوا بتبضعوا اللي ناقصوا إشي بأخذوا. هاي السوق قدامكم في بضاعة يعني وافري بشكل، بتبضعوا وبروح. سوق الرابش بيجي عليه عدة الشرائح، من ضمنها أطباء، من ضمنها أطباء، من ضمنها مثقفين، من ضمنها متعلمين، لهم مقرب طبعا، هم في مجيئهم على السوق لهم مقرب معين وبيفقهوا ببعض الأمور، أدوات طبية، سكين التشريح، نصات الطبيب، هاي بيكون هو يفهم لها، عكاكير طبية، فبتيجي شرائح مختلفة على السوق. انا بحبش اشتري من سوق الرابش ملابس لانه بجوز اللي لابسها كان عنده مرض، فمش مستعد اتحمل انا المرض من عنه. عده ناسات هذا الشيء يصير فيها، يعني هي زين هون على جنين بنكر مكياج وما مكياج، هذا كله ضرر حرام، كله ضرر، الامانه كله ضرر. هذا في يابا كله ببلاش، جديد جديد يا بلدان سعيد.